انا من حديث دكتور حامد عايزه كمان اقول نقطه اللي حضراتكم كمان علمتوها لنا، انه ما ممكن حد يجي يقول لك طب ما تشيل التعديات اللي على الاراضي الزراعيه. هل يمكن يا دكتور انه التعدي بعد ان حدث التعدي وتم البناء تبقى الارض تاني صالحه للزراعه ولا خلاص؟ والله بيتم بعض الاجراءات اللي بتخليها صالحه للزراعه، يمكن قبل كده كان بيتم الازالات، والدكتور حامد يتكلم افضل مني فيها، بس كانت قبل كده بيتم الازالات وتفضل متشونه على الارض، لكن دلوقتي الازالات ولازم بيتم ازالتها يعني من لازم يتم ازالتها بالكامل واعاده الرقعه الزراعيه تاني. بس عايز اقول لحضرتك برضو ان التعدي على الارض الزراعيه مش بس بيأثر على الجزء او المساحه اللي تم التعدي عليها، لكن بيأثر على كل ما حول هذه الرقعة من مساحات مجاوره. يعني انا بس بحاول ادرك حجم الخطر اللي كان موجود. خلينا بقى في الخير، مستقبل مصر. ينفع حضرتك توصف لنا المشروع تفاصيله، حدوده منين لفين، عشان نبقى قادرين نتخيل يعني ايه كلمة الدلتا الجديدة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خليني اتكلم مع حضرتك فيما برضو طبقا لما قاله أستاذ الدكتور حامد اللي هو محدودية الرقعة الزراعية. فدوت اللي خلى الدولة المصرية تبتدي تعمل برامج وخطط للتنمية الرأسية والتنمية المستدامة لثرواتنا الموجودة سواء كانت حيوانية أو دجن. بمعنى لما نشوف المشروعات القومية الجديدة الحديثة اللي وجه بها فخامة الرئيس وترعاها وزارة الزراعة وتتبناها الدولة المصرية، زي في عجالة وأهم المشروعات التي تتعلق بالثروة الحيوانية والدجنة، لما نقول المشروع القومي للبيتيلو، مشروع القومي للبيتيلو هو باختصار الحفاظ على ثرواتنا الحيوانية وتنمية رأسية لحيواناتنا الموجودة. الرأس الحيوان الواحد كان بيديني تقريبا كمية من اللحوم بتساوي 30 كيلو جرام. النهاردة بقرارات وزارة الزراعة ومنع ذبح البتلو أصبحت نفس الرأس اللي كانت بتديني 30 كيلو جرام لا بتديني حوالي 240-250، يعني 8 أضعاف. كمان لما نتكلم على المشروع القومي للبتلو، لما قلنا في مطلع 2020 من خلال ما لدينا من بيانات دقيقة لثرواتنا الحيوانية وحصر شامل لها، تنبأنا أن إنتاجنا هيكون 52% وعلينا أن نستورد من الخارج 48% سواء كانت رؤوس حية أو لحوم حمراء. في نهاية 2020 وما كان فيها من جائحة كورونا في الوقت اللي كان العالم كله عنده مشاكل تتعلق بوجود المواد الغذائية وارتفاع في أسعارها، الحمد لله إحنا يمكن المربي والمنتج المصري بالتعاون مع وزارة الزراعة مش بس حافظ على انتاجيته، لا ده زودها من 52 إلى 60%. ده في عجالة لما اتكلم على المشروع القومي للبتلو. طب لما اتكلم على المشروع القومي لرفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويل المزارع من نظام التربية المفتوحة إلى نظام التربية المغلق وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية تتعلق بزيادة الناتج وتقليل مصروفات التشغيل وتحسين العائد الاقتصادي، دوت برضو تنمية رأسية، لأن نفس المتر اللي أنا كنت بربي فيه 10 طار لا دلوقتي مع الكلوز سيستم أو مع نظام التربية المغلق أقدر أربي فيه 20، بدل ما أشتغل في السنة كلها 3-4 دورات في النظام المفتوح لا أشتغل في السنة حوالي 7-8 دورات، ودوت بقرض بسيط ميسر 5% من البنك المركزي مع تبسيط وتيسير إجراءات التمويل. لما نتكلم عن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، وإحنا شفنا قد إيه اهتمام القيادة السياسية بمراكز تجميع الألبان لدرجة إن فخامة الرئيس يعتبر مشروعا قوميا لكونه منافذ تسويقية لصغار مربي مشية اللبن. أنا طبعا أنا عارف حضرتك، أنا ليه أنا مستغربة، لأنه حضرتك قلت المشروع القومي لحوالي كام حاجه دلوقتي؟ قلنا المشروع القومي للبتلو 8-9 حاجات. ده الواحد ممكن نتكلم فيه 5-6 ساعات. المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءه عنابر الدواجن، المشروع القومي لتطوير يعني مراكز تجميع الالبان، المشروع القومي للتحسين الوراثي اللي اتكلم عليه يمكن فخامه الرئيس في اللقاء الاخير في الافتتاحات.